بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. مهنيون ومصنعون وفلاحة يؤكدون تدهور منظومة الألبان جراء تراجع عدد الأبقار بسبب غلاء تكلفة الإنتاج. انطلاق حملة التقصي المبكر لمرض سرطان الثدي في كامل ولايات الجمهورية على امتداد شهر. لبنانيون يتوافدون على ساحة رياض الصلح القريبة من مجلس نواب الشعب لمواصلة الاحتجاج والمطالبة باستقالة الحكومة. مرحبا بكم. انطلقت صباح اليوم بمدينة الحمامات أشغال مجلس شورى حركة النهضة في دورتها 32 لتحديد سياسة الحركة في التفاوض مع الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية، وفق ما ذكره رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني في تصريح إعلامي، مضيفا أن المشاورات الفعلية ستنطلق بعد انتهاء أشغال المجلس الذي ينعقد على امتداد يومين. وبخصوص رئاسة الحكومة، أوضح الهاروني أن رئيس الحركة راشد الغنوشي هو المرشح الطبيعي وحسب القانون الداخلي للحركة لهذا المنصب، مضيفا أن هذه المسألة مرتبطة بموقفه ورغبته في الترشح أو أنه سيقترح اسم شخصية أخرى لهذا المنصب. في مشغل فلاحي، أبرز إشكالات قطاع الألبان تم طرحها اليوم في ندوة صحفية نظمتها جمعية منظومة الألبان. المشاركون في هذه الندوة من مهنيين ومصنعين وفلاحة أكدوا تدهور منظومة الألبان في تونس جراء تراجع عدد الأبقار وبيع نسبة مهمة من القطيع بسبب غلاء تكلفة الإنتاج. أزمة متوقعة من جديد في قطاع الألبان وضرورة التحرك من أجل إنقاذ المنظومة، هذا ما أكده المشاركون في هذا اليوم التوعوي الذي تنظمه جمعية منظومة الألبان تحت عنوان أزمة الحليب بين الاندثار وأمل الإصلاح. اليوم فما مشكلة في الحليب، والمشكلة في الحليب من غدوة يمكن مش متوفر في الأسواق. 1,900,000 لتر في المطلوب، والمنتج يعطينا الفلاح يعطينا في 1,500، فما 400,000 لتر الحليب ناقصة في اليوم. احنا حبينا ان انتسيب، حبينا نستبق الاحداث ونقولوا راه فما مشكل، المشكل نجمو نعالجوه بطريقه سهله، انه المواطن يكون شاعر بالمسؤوليه وما يتلهفش على الحليب اول حاجه، ثاني حاجه نجم ينقص الاستهلاك الزايد اللي هو يضيع فيه في النهار ولا في يضيع فيه في حاجات ويستهلك جست من الاستهلاك اليومي فقط. رئيس النقابة التونسية للفلاحين أكد أن المشكلة الأساسية في تراجع منظومة الألبان هو ارتفاع كلفة الإنتاج. المشكل الأساسي اليوم نتاع منظومة الألبان على مستوى الإنتاج، اليوم الفلاح التونسي ما عادش لاقي روحه على خاطر فما زيادة هامة في كلفة الإنتاج، والفلاح المربي التونسي قاعد يبيع في المنتوج نتاعه تحت الكلفة ويذي دونك ما يدخلش في مردودية كافية، ووصل يبيع القطيع نتاعو 20% تقريبا من عدد الابقار ناقصه في تونس، وفما عده اشكاليات خاصه راجعين لكلفه الانتاج. تفعيل ماذا بينا القانون نتاع المنحه، شفنا اللي الدوله تحركت السنه في 2018 وسمعنا اللي فما منحه ب 60% للاراخ اللي مش نجيبوها معناتها من برا، قعدنا نستناو الى حد اليوم. انا توا اليوم 19 اكتوبر تفعيل ما صارش، انه اليوم نغزروا الفلاح ويتدعم ديريكتومون، مش نخلوا دعمته بالشعير ما توصلوش والنخاله ما توصلوش ونقولوا راه دعمناه، ريال مويز وتوصلوا دعم مباشره. تأهيل حلقة الإنتاج وتوجيه منح الدعم للمنتجين مباشرة مع وضع استراتيجية جديدة للقطاع عناصر قد تساهم وفق المشاركين في هذا اليوم في دعم منظومة الألبان وعدم تكرار أزمة الحليب. تعيش مدينة صفاقس اليوم وغدا على وقع فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الرمان، ويعد المهرجان فرصة لتثمين فاكهة الرمان لما لها من فوائد صحية وطبية ولأهميتها في المخزون التراثي للجهة. الرمان في مدينة صفاقس كان مرتبطا بعادات الناس هنا. في الأجنة الصفاقسية لم تغب أشجار الرمان وإن تغير المشهد في الوقت الحاضر. كانت الأجنة متاع صفاقس كلها عندها على الأقل شجرة أو اثنين أو ثلاثة رمان، والرمان هذه هي من ثمار الجنة وعندها قصص كبيرة ياسر وعندها فوائد معناها طبية وغذائية معناها لا بأس بها، وهو كذلك فرصة
باش نجتمعوا بعضنا، باش نتلموا بعضنا، باش نشوفوا حاجه اللي هي معناها في التراث اللامادي بتاعنا. الصنف المتبع غراسته في جهه صفاقس يتعرض للعديد من الاصابات الحشريه اللي في الغالب تمنعه من التسويق المباشر، وهذا ربما ادى الى عزوف بعض العائلات وبعض حتى باحثين المشاريع عن الغراسه. لو نستنسوا بالموروث نتاعنا في الرمان وخصوصا الموجود بجهه الدستور، ونقصد هنا الصنف الجبالي والتونسي اللي معناها يطلب موعد متاخر في الجني، وهكاك نجموا معناها الصابه تكون سليمه ونحفظوها ونلقاو رواج. مهرجان الرمان في دورته الثالثه يطرح فكره المراهنه على هذا المنتوج الفلاحي وفتح افاق الاستثمار في هذا المجال. زمنا نستغلوا الانتاج الفلاحي، انتاج كذا، حتى الطبخ. احنا اليوم الرمان اللي مش نحكيوا عليه ومش نحكيوا على الفوائد نتاعو، وهذه هي السياحه هذه كما قلنا، والسياحه البديله اللي هي يلزمها تكون متصالحه مع المحيط نتاعها وتكون زاده تخدم الجانب الاقتصادي. فما امكانيات كبيره أن الرمان معناها نثمنوه من خلال التحويل نتاعو اللي هو ناقص برشا في تونس، وعلى فكره انه تونس تنقصنا كل ما هي صناعات تحويليه للمواد الفلاحيه نتاعنا، وهذه طريق كبير ياسر باش نثمنوا فيه من شراء المنتوجات الفلاحيه نتاعنا الغنيه اللي اغلبها بيولوجي، ومن شراء اخرى على المستوى الاقتصادي. تفتح مثل هذه المهرجانات افاقا اخرى لتثمين المنتوجات الفلاحيه والبحث في اعاده الاعتبار للموروث اللامادي في كل مناطق الجمهوريه. نتطرق الآن إلى مشكلة الانقطاع المتواصل للمياه الصالحة للشرب التي تعاني منها العديد من المناطق الريفية بولاية القصر. ففي مسعى للحد من هذه الصعوبات، شرعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في دراسة مشروع يتعلق بربط نحو 17 جمعية مائية بشبكة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالقصرين. بجوف الأرض يخزن أهالي سيدي حراث بعض المياه، مياه تمتزج بالأتربة والأوساخ والحشرات أحيانا، رغم ذلك تستعمل للشرب والطهي والتنظيف. في ظل الانقطاعات المتواصلة للمياه الصالحة للشرب هذه المنطقة جراء إشكاليات الجمعية المائية التي تعاني سوءا في تسييرها واهتراء في شبكاتها. انقطاع الماء بصفة من الدولة برشا يقص في الشتاء، ضعيف وبالخص في الصيف، والإشكالية الثانية فيه ملوحة أو الماء يقص علينا ومرضنا بالكلاوي، ما ديما مرضنا وديما يقص علينا، ما عندناش نحبوه يرجع جمعيته السونيت. كان صافي مرض في مرض للحيوانات، مرض للبشر أكثر وأكثرين. كان يجينا من القصرين، كي جات المنطقة الصناعية ونجيب الشامبي قصوا علينا. إشكالات يتقاسمها الآلاف من متساكني المناطق الريفية بولاية القصرين، متساكنون يتحملون مسؤولية تقصير الجمعيات المائية وعدم قدرة أعضائها على تسييرها، ويتجاوز عدد الجمعيات المائية بولاية القصرين 300 جمعية مائية. وأكثر من 50% من المجامع يعاني من مشاكل في الشبكات، مشاكل في التسيير، مشاكل في تسيير المالي أو الإداري، مشاكل في المحاسبة، مشاكل في التعطير الفني، وهذا كله في الحقيقة يخلي أنه الدور الممكن تقوم به المجامع يكون منقوص جدا. وللحد من الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب بعدد من المناطق الريفية بالقصرين، انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في دراسة مشروع لربط عدد من الجمعيات المائية بشبكات إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالقصرين. دراسة إمكانية إحالة بعض المنظومات المائية للمجامع المائية اللي فيها إشكالات، واللي ربما طريقة التصرف فيها وكبرت برشا، كانت معناها ظروف صعيبة للناس اللي يتصرفوا فيها. الهدف هو دراسة إمكانية إحالة بعض المنظومات بالطبيعة بعد إعادة تهيئتها حسب معناها المواصفات متاع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. لو نكلفوهم بانتدابات متاع مديرين فنيين اللي هما باش يسيروا المجامع هذية، باش نحاولوا نحيطوا بهم ونأطرهم في التسيير المالي أو المحاسبة المالية أو التسيير الإداري، باش نحاولوا كذلك ندخل بعض الشبكات اللي ماهيش قائمة بواجبها أو الشبكات اللي متهرئة أو الشبكات اللي فيها بعض من النقاص، وانطلقنا في بعض تهيئة بعض الشبكات. مشروع قد يشمل 17 جمعية مائية بولاية القصرين.
في شأن صحي، انطلقت في كامل ولايات الجمهورية وعلى امتداد شهر حملة التقصي المبكر لمرض سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله. وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة هذا المرض، تنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والصحة بالتعاون مع مجلة المرأة المغاربية الدورة الثالثة لحملة سليم شاكر للتقصي المبكر لمرض سرطان الثدي. هي رسالة إيجابية تحمل في طياتها تفاؤلاً وأملاً ومستقبلاً وردياً، أرادت أن تبعثها نسرين بن خديجة إلى مرضى سرطان الثدي، وهي التي أصيبت وشفيت من هذا المرض. رسالة تحث فيها على ضرورة تحدي المرض. تبي في جانفي 2017، فقت بروحي في جانفي 2017، مشيت في عندي في صدري كعبورة، مشيت نشوف فيها يا أخي طلعت كانسيروز، نحيناها، عملنا العلاج الكل، عملنا الشيميو راديو كل شيء، تو الحمد لله لاباس. دونك المرض هذايا السلاح نتاعو، السلاح باش تحاربو هو انك تحب روحك، تعيش روحك، تنقص من ستريس. مجلة المرأة المغربية ولمزيد توعية ورعاية مرضى سرطان الثدي نظمت حملة توعوية في دورتها السنوية السادسة تحت شعار خمم في روحك راهو قيد. والمرأة اللي تعبة برشا خاصة كوتي ايموسيونيل وسرطان الثدي، هذاك علاش السنة حاجة جديدة بطبيعة ديما لو ديبيستاج موجود، نجيبوا الطب مشكورين لي بارتنير نتاعنا يجيبوا الطب باش متطوعين باش يعديوا عليهم، وان باراليل جبنا كاتر كوتش باش يحكيوا مع النساء الموجودين يفسروا لهم أهم حاجة أنه لو بيانيتر ما يتطلبش برشا فلوس، ما يتطلبش برشا وقت، ولكن يتطلب الوعي. وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض سرطان الثدي، نظمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والصحة حملة سليم شاكر للتقصي المبكر عن هذا المرض. كيف ما تراو معناها اليوم فما التقصي موجود هوني، موجود في كامل تراب الجمهورية على امتداد شهر كامل باش نوعيوا الناس اللي راهو ساهل، وخاصة أنه 9 نساء من 10 ينجموا يرتاحوا إذا كان يفقوا به بكري، يلزمهم يفقوا به بكري، وحتى حد ما تخاف تقول راني ما نجمش نمشي نعملوا فيه بلاش فلوس، نعملوا فيه في كل وقت، ونعملوا فيه وقت اللي المرأة تجي وما يلزمهاش تخاف. أكثر ما تفتن بصفة مبكرة أحسن حاجة، خاطر اليوم هو توا النجاح متاع العلاج هو الوقت اللي تشخص على بكري وتنجم واحد يبرى. مش عندنا توا عباد تبرى براتيكمون حياة كاملة لاباس، ما فهمت هذا من الأمراض اللي اعتناو بهم توا فوق من 40 سنة نعرفوا نداويوه بالكدا. هذا وتنظم الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي هذا الأحد بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس يوما مفتوحا لتقصي سرطان الثدي تحت شعار اتفقد روحك. حدد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يوم السبت الموافق للثلاثين من نوفمبر 2019 آخر أجل لقبول ملفات تجديد الانتفاع بالجراية الوقتية للأيتام لفائدة البنت التي لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها والتي تجاوزن سن 21 سنة. وأوضح الصندوق في بلاغ له على الصفحة الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه يستوجب على كافة المنتفعات بالجراية الوقتية إيداع الوثائق المطلوبة بأقرب مركز جهوي أو محلي لمقر الإقامة، وذلك لمواصلة الانتفاع بصرف الجراية. عربيا ودوليا، لليوم الثالث على التوالي تتواصل احتجاجات الشارع اللبناني على الأوضاع المعيشية المتردية، ويطالب المحتجون بإسقاط الحكومة في وقت منح فيه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري القوى السياسية مهلة 72 ساعة لصياغة حلول تمتص غضب الشارع وتستجيب لتطلعاته. بعد مساء عاصف شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، حيث عمد المحتجون إلى التظاهر والاشتباك مع قوة الأمن في حركات احتجاجية على الطبقة السياسية برمتها،
توافد لبنانيون اليوم على ساحة رياض الصلح القريبة من مجلس نواب الشعب لتجديد الاحتجاج والمطالبة باستقالة الحكومة والتنديد بالأوضاع المعيشية المتردية. ورغم بعض الهدوء الذي طلبته الحكومة من الشارع اللبناني اعتبارا لمهلة 72 ساعة التي منحها رئيس الوزراء سعد الحريري للقوى السياسية لإيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية التي تردى فيها لبنان، فإن أصوات المحتجين ترجح أنها لن تأتي بمعجزة، بل أقصى ما يمكن أن تصيغه بعض الحلول الترقيعية التي يجرى التشاور بشأنها بعد الكلمة التي توجه بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الشعب اللبناني. يلي شفناه من امبارح المساء وجع اللبنانيين هو وجع حقيقي، انا حاسس فيه ومعترف فيه، وانا مع كل تحرك سلمي للتعبير عنه، لكن المهم هو كيف بدنا نعالجه ونقدم له حلول، لانه هيدي المسؤوليه يلي كلفنا فيها الشعب اللبناني. ورغم اعتراف الحريري بما سماه وجع اللبنانيين، فإن مساد الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي يرجح تصاعد وتيرة الاحتجاج وسط عدم اقتناع بجدوى حلول ستصاغ تحت ضغط الشارع الذي توحدت طوائفه في وجه ما سمي بالفساد المستشري والفاسدين الجدد. وكانت موجات التوتر قد اندلعت بفعل تراكم الغضب بسبب معدل التضخم المتصاعد واقتراحات فرض ضريبة جديدة وارتفاع كلفة المعيشة وتزايد معدلات البطالة في صفوف الشباب. وأمام تواصل الاحتجاجات يسارع رئيس الوزراء اللبناني الزمن من أجل تطويق الأزمة بعقد سلسلة من اللقاءات مع الفرقاء السياسيين من أجل التوصل إلى حزمة من الحلول تستجيب للمطالب الشعبية وتمتص غضب الشارع قبل توسع رقعة الحراك واستحالة تطويقه. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جبلية شمال قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة شمال الخليل بالضفة الغربية، وكان ما يزيد عن 70 فلسطينيا أصيبوا أمس خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة الأسبوعية شرق قطاع غزة. في تطورات الملف السوري، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم إن وفداً من المسؤولين الروس التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس الجمعة لمناقشة الحاجة لخفض التصعيد في شمال شرق البلاد. وأضافت الوزارة في بيان أن النقاشات ركزت على الموقف الراهن على الأرض في سوريا في ضوء تصاعد التوتر في شمال شرقي البلاد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبادل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الآراء حول المنطقة الآمنة المخطط إقامتها شرق نهر الفرات. جلسة تاريخية يعقدها مجلس العموم البريطاني اليوم ستحسم في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويدفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باتجاه إقناع النواب على تبني الاتفاق الذي يرى فيه فرصة غير مسبوقة لتوحيد البريطانيين. امتحان صعب يضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أمام مجلس العموم البريطاني، فهو مطالب في كلمته إلى البرلمان بالاستماتة في الدفاع عما يعرف باتفاق البريكسيت أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإقناع النواب ودفعهم للتصويت لصالح الاتفاق الذي انتزعه جونسون بعد مفاوضات شاقة مع الأوروبيين وقبل 12 يوما فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من المعسكر الأوروبي. لقد حان الوقت ولدينا فرصة تاريخية للانتهاء من البريكست. هذا الاتفاق سيعيد لنا حريتنا، ولابد أن نجتاز هذه العقبة والسماح للبلاد بالمضي قدما. هو طريقة جديدة للمضي قدما بالنسبة إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي معا، وإن أي تأجيل جديد سيكون غير مجد ومكلفا ومدمرا. الاتفاق يحتاج إلى أكثر من 320 صوتا ليقع إقراره، أغلبية يبدو صعبا إن لم يكن مستحيلا توفرها في ظل تلويح المعارضة بالرفض، خاصة حزب العمال الذي يملك 242 صوتا لوحده والذي يرى في الاتفاق الجديد إضعافا لحقوق العمال. المعارضة كانت أعلنت أنها ستقف ضد هكذا اتفاق، خاصة وقد سبق للبرلمان البريطاني الرفض 3 مرات للاتفاق السابق الذي توصلت إليه
حكومة تيريزا ماي في حينه مع الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. جونسون كان قدم لهكذا اتفاق بجهود كبيرة من خلال ظهوره في محطات تلفزية حاول من خلالها الإقناع بأنه الخيار الأفضل لبريطانيا. نجاح الاتفاق مرتبط إذن بموافقة مجلس العموم البريطاني، وهو سيسمح بتسوية شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاما من الشراكة بين الجانبين، خروج يصفه المحللون بالهادئ في ظل فترة انتقالية تمر بها المملكة المتحدة حتى نهاية العام 2020. وتزامنا مع انعقاد الجلسة الحاسمة لمجلس العموم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يخرج آلاف البريطانيين اليوم إلى شوارع لندن للمشاركة في مسيرة مطالبة بإجراء استفتاء جديد على الاتفاق المثير للجدل. في أخبار الرياضة، يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عشية اليوم آخر حصصه التدريبية بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يوجد منذ يوم الخميس استعدادا لملاقاة نظيره الليبي غدا الأحد بداية من 5 مساء في إياب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين. المنتخب الوطني يدخل هذه المواجهة بأسبقية في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل. تقام اليوم مباريات الجولة الثالثة من البطولة الوطنية لكرة السلة، إذ تستضيف شبيبة القيروان النجم الراتسي في قمة لقاءات المجموعة الثانية، وتلاقي جمعية الحمامات الدالية الرياضية بجرومباليا، وتواجه شبيبة المنازه النادي البنزرتي. أما في المجموعة الأولى فينزل النادي الإفريقي ضيفا على الملعب النابلي، ويباري نجم حلق الواد النجم الساحلي. ونختم بجديد الساحة الثقافية بتوزيع الجوائز على الفائزين. أسدل الستار ليلة أمس بمدينة الثقافة على الدورة 6 لأيام قرطاج الموسيقية، أيام نرصد أبرز ما ورد في سهرتها الاختتامية في هذا الروبرتاج. المسابقة الرسمية لأيام قرطاج الموسيقية عاد تانيتها البرونزية لفرج سليمان من فلسطين، فيما تحصل الفنان التونسي ألف خماسي ومجموعته الموسيقية على التانيت الفضي. أما التانيت الذهبي فقد ذهب للعرض الموسيقي للفنان الكاميروني لورو نوار. هذا فخر لنا، عملنا بجهد وإخلاص وهذا ما يفسر هذا التتويج. بالنظر الى احتضان الايام لانماط الموسيقيه المختلفه والالتزام بالمواعيد على مستوى التنظيم، اقول يجب ان ياتي المديرون الفنيون ووزراء الثقافه الافارقه الى تونس للاستلهام من هذه التجربه. مسابقة المالوف التي أدرجت ولأول مرة في مسابقات هذه التظاهرات الموسيقية توجت بجائزتها الأولى فرقة سيدي بوسعيد للمالوف والتراث الموسيقي بقيادة محمد علي بشيخ. أما الجوائز الموازية للمسابقة الرسمية فقد حصلت تونس على 6 جوائز، وتتمثل أغلب الجوائز في جولات فنية. أنا عصامية، ما نقراش موسيقى، أما حاولت نعمل البروجي هذايا بالمعرفة متاعي أنا بني نجم نعمله، نكتب ونلحن، نكتب بالدارجة والدارجة التونسية القديمة، حاول نرجع للكلام كيما عبد العزيز العربي. فما حاجة جديدة في الشباب اللي فما النوسيون هذه متاع الامتياز والخدمة والإتقان، وهذا فريمون حاجة عجبتني برشا، والمستوى كان عالي وتونس كان راسها عالي عالي وعالي جدا، وانا فخوره ما عندكمش حتى ادنى فكره. هذا الفخر تجلى بشكل جلي عندما اعتلى محمد الغربي ركح قاعه الاوبرا بمدينه الثقافه قبل حفل توزيع جوائز ليعزف على اوتار قلوب من حضره من الجمهور. الغربي قدم لجمهوره أحدث إنتاجاته ابن الأرض، والذي جسد أدواره ثلة من الممثلين التونسيين على غرار عيسى حراثة. بهذه السهرة انتهت الدورة 6 لأيام قرطاج الموسيقية، والتي رسمت لنفسها عدة أهداف، منها أن تكون فضاء لموسيقى توصف بالبديلة. على هذه الإيقاعات نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مهنيون ومصنعون وفلاحة يؤكدون تدهور منظومة الألبان جراء تراجع عدد الأبقار بسبب غلاء تكلفة الإنتاج.
انطلاق حملة التقصي المبكر لمرض سرطان الثدي في كامل ولايات الجمهورية على امتداد شهر. لبنانيون يتوافدون على ساحة رياض الصلح القريبة من مجلس نواب الشعب لمواصلة الاحتجاج والمطالبة باستقالة الحكومة. وبإمكانكم طبعاً مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. أجمل تحيات قسم الأخبار، إلى اللقاء.